الرياض يا طنطق الاهل الليله صنعاء بعيده قولوا له الرياض اقرب علي الحرم لا نقلعكم برع برع مفكركم يا طراطير برع 5 سنين ما قدرتم تقتلوا خاشقجي كنتوا تتصلوا وانا اصدمه واسكركم الغاره هذه كلي عادكم تحرروا بلد يا عيال الابل ماذا الحين حرب برع يا سعودي من ارضي برع 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 يا شباب الحرب في اليمن اخذت بعد اخر الامارات والمملكه العربيه السعوديه ستجرنا الى نهايه ماساويه اعتقد انه لازم سامحوني انا تعبان شويه الكذب كارثه انتبهوا تكذبوا نصيحه لوجه الله على الريق يعني كل شيء يتصلح بالحياه دي كل شيء ممكن يكون جميل يعني عيش حقيقتك انا انصح الاخوه اللي بالانستغرام لانه كل واحد عامل شخصيه وهميه وعامل اسم وهمي وعامل صوره وهميه وعامل لمه دنيا سلامات يا اخي عيش انت عيش لحظتك كون انت اللي انت كيانك انا في ذلكم نص الفيسبوك كذب ونص الانستغرام كذب ونص الواتساب كذب لمهم وحكم الله علينا دنيا سلامات يعني كل شيء يتصلح الا انك تكون كذاب انت بيتك كذب هذا فيروس العصر هذا كارثه هذا يدمر بيوت يدمر اسر ويخرب ناس ويخرب يعني جريمه بشعه الكذاب سعد بن بعاده يكذب علينا هو الحكومه حقه على لعنه الله عليهم لعنه الله عليهم من شان المزاز هو لما حتى المزاز حق انا يعني ما ادري شنو هو مش من شان المزاز من شان الذكور اللي يعملوا نفسهم مزاز قتلونا الله لا وفقهم ما علينا ما هوش موضوعنا هذا موضوعنا الامارات والسعوديه لتجرنا لا معركه قذره القادم بشع واذا ركنا على الدنبع وخبرته ما احناش خارجين لا طريق ما احناش خارجين لا طريق اطلاقا يعني ما بيش انا تعبان انا محطم مرهق فبالمختصر المفيد يجب علينا ان ننقل المعركه اذا احنا شيء قوات التحالف هذه تعقل ننقل المعركه عندهم عندنا معابش احنا في حرب مفتوحه اذا شعر الطحنون ان المعركه ستنتقل لعنده وإذا شعرت قوات التحالف أن الجنود حقهم بخطر هذه بيعملوا 1000 حساب فأنا أعتقد المرحلة القادمة يجب أنه نفكر في هذا الإطار أنه تنتقل المعركة لأرضهم يحسوا الحمى يحسوا الجوع يحسوا المرض يحسوا الخوف يحسوا الألم أما هكذا ما احناش نخرج لا طريق معهم وتحياتي